بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. متابعينا في كل مكان، ما تنسوش تعمل لايك للفيديو، خلي غيرك يستفيد ويعرف الأسعار، لأن اللايك بيرفع الفيديو. لو في متابع جديد أول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ملحوظة بس مهمة جدا قبل ما نبدأ الفيديو، الأسعار اللي هشوفها في الفيديو دي يا جماعة دي أسعار الجملة، تمام؟ ممكن تلاقي الأسعار كمان أقل من كده. ليه؟ لان طبعا تاجر الجملة في سوق العبور لما بيحب يبيع مثلا، لو هيبيع الحاجة بخمسة بيقول ان هي بستة، ستة ونص، سبعة، بحيث ان لما تاجر التجزئة يفاصل معاه يجيب اللي هو عايزه، يعني يبيعه بخمسة زي ما هو عايز. دي اول حاجة. تاني حاجة يا جماعة، في احد متابعينا كاتب لنا تعليق ان هو اشترى الخيار بتمانية جنيه، يبقى حرام بصراحة ان تاجر تجزئة يبيع كيلو الخيار بتمانية جنيه وهو بيطلع من الزرع اساسا من جنيه ونص الى اتنين جنيه اللي هو الزرع النضج. نخش في الاسعار على طول عشان ما نطولش عليكم. البتنجال يا جماعه الرومي من جنيه الى جنيه ونص، البتنجال الابيض من جنيه الى 2 جنيه اللي هو بتنجال للحشو، اعلى وانضف حاجه 2 جنيه. البتنجال العروس يا جماعه من 2 الى 3 جنيه. البتنجال الرومي من جنيه ونص الى 3 جنيه. الفلفل يا جماعه من 2 الى 3 جنيه والى 3 وربع اعلى وانضف حاجه. طبعا الفلفل كان باربعة الى خمسة ونص وستة جنيه اليومين اللي مضوا. الليمون يا جماعة من 16 الى 20 و12 جنيه، يعني نقدر نقول من 12 الى 20 جنيه، يعني سعره انخفض اول امبارح، وامبارح كان بخمسة، كان اعلى حاجة كان 25. نقدر نقول يا جماعة الخيار من 2 الى 3 جنيه في الخيار البلدي. الخيار الصوب يا جماعة من 3 الى 4 جنيه. الطماطم يا جماعة من 30 الى 70 جنيه اعلى وانضف حاجة، يعني يعتبر طماطم زي التفاح، هي اللي هي 70 جنيه. وزن العداية 20 كيلو، يعني هتلاقي في عدايات ممكن تجيبها ب 30، ممكن تجيبها ب 40، ممكن تجيبها ب 50، وممكن تجيبها ب 60، اعلى وانضف حاجة 70 جنيه، وزي ما قلنا ان وزن العداية 20 كيلو، يعني يعتبر سعرها انخفض خالص الحمد لله. الحمد لله الاسعار هدت خالص تمام في سوق العبور. ربنا يهدي تجار التجزئة علينا. الشطة يا جماعة 3 جنيه ونص، وفي جودة عالية من 4 الى 4 ونص. الكوسة من 2 ونص الى 3 جنيه. الفلفل الاحمر من جنيه ونص الى 2 وربع اعلى وانضف حاجة. البطاطس نوع ابيس 2 جنيه و80 قرش للكيلو، يعني الطن ب 2800 جنيه. بطاطس سبونتا جبل تحمير ب 2 جنيه ونص للكيلو، يعني الطن يا جماعه ب 2500 جنيه. في طبعا بطاطس كاره 3 وربع الى 3 جنيه. في بطاطس سبونتا نواله 4 ونص الى 5 جنيه، دي طبعا حاجه فاخره جدا. البصل يا جماعه، الناس اللي بتسال على البصل، يبدا من 190 قرش الى 195 قرش اللي هو البصل الاحمر. البصل الابيض 180 قرش. التوم يا جماعه، الناس اللي بتسال على التوم، في توم في سوق العبور سعره يصل من 6 الى 7 جنيه و8 جنيه اعلى وانضف حاجه. البطاطا يا جماعه من 2 الى 2 وربع. بطاطس الكاره، في بطاطس كاره فاخره طبعا، فاخره يعني بطاطس احجام كبيره، 2 جنيه و90 قرش للكيلو، يعني الطن ب 2900 جنيه وممكن يصل الى 3000 جنيه. شكرا لكم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.